بالنسبة لموضوع اختيار رئيس مجلس النواب، هو منصب سيادي ويشمل رئيس مجلس النواب لكل العراق، فبالتالي لابد أن يمر من خلال توافق أغلبية مجلس النواب عليه. وعندما نتكلم عن الأغلبية فإننا بالتأكيد سنصطدم بنص البرلمان، نصف البرلمان هو الإطار التنسيقي، فبالتالي لا يمكن أن حزب تقدم وحده أن يفرض على مجلس النواب خياراته، لابد أن يكون مرشح من حزب تقدم يحظى بموافقة أغلبية الإطار أو كل الإطار كي تصل العتبة التصويت إلى النصف. الإطار أيضا مقسوم إلى عدة أجزاء، قسم مؤيد إلى سالم العيساوي، وقسم مؤيد إلى المشهداني، وقسم متبني وجهة نظر تقدم ويرى أن الإيفاء بالوعود الانتخابية وبدعم تقدم عندما صوت التقدم إلى الكابينة الوزارية، وأن هذا الموضوع هو عرف برلماني. فلا يمكن الحديث عن النسب وعن الأعداد المنضوية لتقدم والتي ستدعم مرشح تقدم قبل حدوث الجلسة، لكن من خلال المتابعة أن أغلبية كتل الإطار تدعم مرشح سالم العيساوي، بالتالي على التقدم أن يقدم مرشح بديل يكون مقبولا بشكل أكثر، يحتاج إلى تعديل النظام الداخلي قوى المكونة للإطار التنسيقي.